السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. وأتمنى طبعا راه مفيد، وفيه عندنا جوج تقنيات اللي غنشرحو لهم اليوم. عندنا الأسيس اللولانية ثم الأسيس الثانية. اللولانية كتعلق لنا بلاصون، يعني مجموع، لاحظوا هاد الحدود، غنحاولو نحسبو المجموع ديالهم، عطاونا اختيارات، حنا المهم نحسبوها، اللي هي اس تساوي 1 على 2 ناقص 1 على 4 زائد 1 على 8 ناقص 1 على 6 زائد جوسكا 1 على 512. والاسي الثانيه تقول لنا حل معادله 1 على 3 لكل اس اكس اكبر من او تساوي 2. بالنسبه الاولانيه اس كتساوي لنا 1 على 2 ناقص 1 على 4 زائد 1 على 8 ناقص 1 على 16، اذا زائد 1 على 512. اذا لكن بغينا نحسبوها كهذا المتتاليه، حدود متتاليه حسابيه او هندسيه، اصلا خص يكون ديما عندنا هنا زائد الاولانيه. طبعا هندسيه خص يكون عندنا مثلا كاوس 1 زائد كاوس 2 زائد كاوس 3 جوسكا مثلا واحد العدد كاوس اي مثلا، هذه ديال الحدود المتتاليه هندسيه. اما الحسابيه خص يكون عندنا مثلا كان عندنا الاول 3، الثاني يكون عندنا مثلا كان عندنا 5، الاخر 7، السعودية يعني كتزيد بنفس العدد اللي هو مثلا هنا 2، تعطيكم على حسب التمرين. إذا هذه حدود متتالية حسابية أساسها 2، وهذه حدود متتالية هندسية أساسها كي، ليسونسيال هو كيكون بيناتهم زائد ما كاينش ناقص. إذا ثم عندنا مثلا 1 على 4 هي 1 على 2 لكل أس 2، هذه ممكن ندير لها ناقص 1 على 2 أس 2 ممكن. كذلك 1 على 16 هي 2 جوج 4 جوج 8 جوج 16، يعني هي 2 اس 4، اذا ممكن ندير لها بحال هكا، هي ناقص 1 على 2 اس 4 ندخل الناقص. بينما 1 على 2 اس 3 مثلا ما يمكنش لانها اس فردي. اذا اللي عندهم الاس الزوجي هما هادو، نعملوا بالناقص، عطينا هي لا ناقص 1 على 2، علاش عملنا بالناقص؟ ساره عطينا هي زائد 1 على 4 ناقص 1 على 8 زائد 1 على 16، وهنا زائد ناقص 1 على 512. مزيان، ها ناقص، دونك هنا ناقص 1 على 2، وهذه ضروري خص يكون عندنا الزائد. هذه هي 1 على 4 وهي 1 على 2 أس 2 اللي هي ناقص 1 على 2 أس 2، باش نديرو نفس الأساس. هنا ممكن نديرو زائد ناقص، زائد ناقص هي ناقص، ناقص 1 على 8 هي 1 على 2 أس 3. هنا نديرو الزائد، شنو هي 16؟ 1 على 16 اللي هي 1 على 2 أس 4 اللي هي ناقص 1 على 2 أس 4، عندنا ناقص. وطبعا هاد 512 بالتفكيك ديالها كتعطينا 2 أس 9، 2 2 4، 2 8، 2 16، 2 32، 2 64، 128. إذا 128 2 اللي هي هانت 2 4 8 16 32 64 8 128 256 512. كنضربو في 2، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا هي طبعا ندير هنا زائد، هي ناقص 1 على 2 أس 9. سدو هنا. دابا هادو حدود متتالية هندسية لي الأساس ديالها شحال قلنا؟ ناقص 1 على 2، هادي ممكن نديرو هي ناقص 1 على 2 أس 1. حنا خصنا نكونو عارفين لاصوم ديال أس أن ديال الحسابية لي هي في بي جوسكا في أن، لي هي في بي واحد ناقص الأساس كي أس أن موان بي بليس أن، موان بي بليس أن على واحد ناقص كي. هذا هو التعريف ديال المتتالية، حساب مجموع متتالية هندسية. هاد الناقص تبقى برا، هذا بحال اللي عندنا هنا في واحد وهنا في 9، في واحد في 9، إذا هي في واحد اللي هو ناقص 1 على 2، واحد ناقص الأساس شحال اللي هو ناقص 1 على 2 أس ماذا؟ أس 9، كنقصو منو الأولاني وكنزيدو 1 على 1 ناقص 1 على 2، واحد ناقص كي هي الخاصية. بعد هاد الشيء هذا ها ناقص، خلي ناقص هنا، دونك هنا راه بحال هكا، هادي ها كتكون هنا في هنا الأقواس ياك. إذا
ناقص وناقص تاني الزائد من واحد على جوج، وهنا واحد ناقص واحد المهم خلي هذه ناقص، هنا بشي هذا معلط بنا واحد على جوج أس تسعود على ناقص وناقص هي واحد زائد واحد على جوج اللي هي واحد على جوج فوا، وهذه تاني الزائد واحد زائد وواحد على جوج أس تسعود هي 512، هي واحد على 512 على وهذه ثلاثة على جوج، عطينا هاد جوج مع هاد جوج تبقى لنا واحد على ثلاثة، إيوا نحسبو هادي 512 زائد واحد هي 513 على 512، وحدنا المقام، نختزلو هادي مع هادي، خمسة تقسيم ثلاثة واحد، 21 تقسيم ثلاثة سبعة هي، المهم هي 171 على 512، هذا هو الجواب اللي هو صحيح. اذا هذه تقنيه مهمه ثاني، كانت اهم حاجه ما بقاش عندنا الناقص بيناتهم خصنا نحولوها كلها زائد، ثم ثاني توظيف العلاقه ديال الهندسيه يعني المجموع ديال الحدود وبالتالي نمشيو للاصل الثانيه، كتقول لنا 1 على 3 اس اكس اكبر من او تساوي 2، نحلو هذه نعلم ان ا اس اكس شنو كتساوي لنا، تساوينا ليكسبونونسيال دو اكس الان د ا، طبعا ا فيكون موجب، اذا هذه هي نعوضوها هي نقولو ليكسبونونسيال ديال اكس الان ديال واحد على ثلاثة اكبر من ليكسبونونسيال طبعا ديال جوج، غير ركبنا درنا هذي لا هذي جوج باغدون جوج، علاش هذي ا اوس اكس هي ليكسبونونسيال دو اكس الان د ا، إذا طبعا يركبوا الآلان هذه هي عطينا الآلان إكس الآلان ديال واحد على ثلاثة، وهنا نركبوا الآلان، ملاحظة مهمة هو أن واحد على ثلاثة أصغر من واحد، إذا الآلان ديال واحد على ثلاثة أصغر من زيرو، دونك ما عيبش ليها غيتقلب الرمز. من الآلان جوج على الآلان ديال واحد على ثلاثة إكس أصغر من، ممكن نديرو هي الآلان جوج وهذه راه هي ناقص الآلان ثلاثة، إذا إكس أصغر من الآلان جوج ياك على الآلان ثلاثة، اللي هي ممكن نبسطوها، إذا الحلول ديالها هي موال لانفيني ناقص الآلان جوج طبعا على الآلان ثلاثة، صديبون على حساب أو يساوي غنزدو عليها، هذه طريقة، ممكن نديرو طريقة أخرى باش نخرجو هاد السؤال، الطريقة اللي غنديرو دابا هي أننا الطريقة الثانية، من يكون عندنا الأس بحال هكا ممكن نركبو الآلان، إذا هي الآلان ديال واحد على ثلاثة أس إكس أكبر من الآلان ديال جوج. هذا تينزل هي معروفة هذه الآلان ديال أ أس بي كينزلنا هذا هي واحد على ثلاثة الآلان جوج، اللي كان بيج دابا الآلان، المهم الآلان ديال واحد ثلاثة هي ناقص الآلان ثلاثة طبعا في إكس أكبر من الآلان جوج، هذا هو اللي كان لأن هذه سالبة غتغيرنا تولي أصغر اللي هي ناقص الآلان جوج على الآلان ثلاثة، ها هي الطريقة الثانية هي كانت سهلة جدا.